قول الحمد لله، احنا فرحانين على هذه النتيجه هذه. يا في اون رياكسيون، كنا لازم اون رياكسيون، قلنا لازم نديروا اون رياكسيون كبيره للاعبين. هضرنا مع بعضان وعهدنا بعضان باش نديروا رياكسيون تاع الرجال، باش نديروا رياكسيون لان المباراه اللي فاتت ضرتنا، لكن هذه حيه تاع كره القدم هذه هي. ونا في اون بون رياكسيون، لعبنا ضد فريق قوي، ونقول لكم قوي راه سي انا بور مو بارادو يبقى ان دي ميور كلوب اللي موجوده في الجزائر، اي سورتو في لا فورماسيون ديالو في الاسم ديالو. ان بون كوتش كو جو كوني بيان، ان تري بون كوتش اللي نعرفو. مي جو بونس اليوم لا ديتيرميناسيون تاع اولادي كانت كبيره، يعني كنا اليوم انا توفي اللي بغينا نديروها درناها. جو سوي كونتون، هذا ما هي الا نتيجه هي ايجابيه بور لا كابيلي بور لي سيبورتور ديالنا باش يسمحوا لنا على الماتش اللي فات، وان شاء الله الجاي يكون احسن. هذا هو الحمد لله، هذا كل ما هو الا ان بروسيسوس اللي يديره مدرب، دي فوا تنجح فيه دي فوا ما تنجحش. هاو اليوم غيرنا اللاعبين اللي دخلوا داروا جابوا النتيجه، دي فوا ندخلوا لاعبين ما يجيبوش نتيجه. يلفو اكسبتي هذا الشيء، ويلفو نبقاو نخدموا، نبقاو امبل، نبقاو مخبيين، ما نبقاو دايرين المهرجانات، ما نبقاو هكذا. اوني كونتون، اوني كونتون لا كابيلي، نو سوم كونتون للشعب ديالنا، نو سوم كونتون لي سيبورتور ديالنا. ان شاء الله الجاي يكون احسن، ويسمحونا انكور اون فوا بور لي ماتش اللي درناه. شابو شابو، انا قلتها لهم لا دانيير فوا ونزيد نعاودها لهم اليوم. شابو اللي راكم ديروا فيه، هي سيدي لوسون تاع المناصر الوفي للفريق ديالو. ان شاء الله ما نخيبوهمش، نتقاتلوا على جالهم، نديروا لازم نديروا نتائج. دي فوا يتعثر الانسان، دي فوا سي سا يفهموا، هما فهمونا، فهموا اللي لازم يفهموه. والحمد لله اللي عندنا دي سيبورتور كيما هادو. اي شابو شابو شابو، شكرا.